مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ودائما وأبدا أسعدتم أينما كنتم وأينما أنتم. مشاهدينا اليوم برنامج جو حلقتنا مميزة جدا لأنها تحت رعاية عشرة العمر سنيورا، عشرة عمر مميزة كل العمر يا سنيورا، خبرة أكثر من 100 عام بلحوم مبردة ومعلبة ومثلجة أو مجمدة. دائما سنيورا إلى الأمام تمضي معكم وبكم وبثقتكم. مشاهدينا أسئلة عليها إجابات، ولكن جوائزكم من سنيورا غير، خليكم معنا. دائما وابدا عشرة عمر سنيورا، واكيد سنيورا بتقولكم كل عام وانتم بخير. مشاهدينا وين ما كنتم كل عام وانتم بخير، وانت بألف خير يا رب. عليك ولا حتى كيفك يا ولا؟ الحمد لله رب العالمين. رمضان معك تمام؟ الحمد لله رب العالمين. منتجات سنيورا خلال شهر رمضان تستخدموها في البيت؟ اكيد شو دائم مرتديل نقانق بشكل دائم. اكيد دائما وابدا سنيورا عشرة عمر وخبره تمتد اكثر من 100 عام. طيب ولا بدنا نعطيك سؤال، تفضل. هذا السؤال اذا بتجاوب عليه صح مباشره تاخذي معنا جائزتك من سنيورا. السؤال لك بقول كالتالي، في اي سنه استقلت الاردن؟ ماركه علي. ماركه عليك؟ ماركه عليك اكيد. في اي سنه استقلت المملكه الاردنيه الهاشميه؟ راح اعطيك خيارات، اكيد راح اعطيك خيارات. هل في عام 1903، 1933، 1946؟ 1946. يعني مش 33. لا على الاغلب 46. جواب نهائي علي المعلومه. مارك عليك ان شاء الله. اجابتك صحيحه، عام 1946 استقلت المملكه الاردنيه الهاشميه. تفضل هي جائزتك من سنيورا. سنيورا ايش؟ عشرة عمر. عشرة عمر. مشاهدينا اكيد سنيورا عشرة عمر، وكل هالسنوات اللي مرت اكثر من 100 عام من الخبره تستمر سنيورا بادائها وتالقها. طبعا معنا هون، خلينا لو نعرف اسمه. اسمه محمد. اسمه محمد. طيب مثلا محمد، انا بعرف انه بس اساله، بعرف سنيورا ومنتجات سنيورا وبعرف عن منتجات سنيورا. بعرفها من زمان وهو متعود عليها بكلك. متعود عليها. كل الاحترام لمحمد. محمد كمان نسأله سؤال، انه اذا بعرف شو الرقم اللي قبل الخمسة ايش هو؟ هاي رقم خمسة. قديش؟ أربعة. أربعة أكيد إجابة صحيحة. أنا راح أعطيك هدية أكيد من شركة سنيورا. بقول لك سنيورا عشرة عمر وكل عام وأنت بخير. استنمر شو بدك. دائما وابدا كل عام وانتم بألف خير، ومع سنيورا عشرة ايش؟ عشرة عمر. عمر. اهلا وسهلا فيك يا حجي، كيف حالك؟ الحمد لله. اعرف عليك. أنا مفادي جربان من خيمة الكلب. أهلا وسهلا يا مفادي. مفادي كيف رمضان معكم؟ نحمد الله الحمد لله. أهلا وسهلا. طيب مفادي اليوم برنامجها برعاية كريمة من سنيورا، شو بتعرف عن سنيورا؟ والله في طعمها زاكي، يعني الكل يعني وقرايبي كلهم بيشتروا من عندهم والحمد لله. وأكيد معروفة من زمان، وأكيد بنعرفها من زمان. من سنة. أكيد. أكيد كل الاحترام لإلك. طيب سنيورا أكيد عشرة عمر، وأكيد اليوم أنا بدي أعطيك السؤال. سؤالنا لإلك إن شاء الله بيكون سهل بس تجاوب عليه صح. يلا، ما هي جنسية عمر المختار؟ طبعا الشهيد عمر المختار اللي هو استشهد وهو يدافع عن وطنه. ليبي. 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 نهاية تأكدي إنه أعطوك الجواب صح. طيب إجابتك صحيحة، أكيد ليبي عمر المختار، وأكيد بقول لك كل عام وأنت بخير. شو بتقولي سنيورا عشرة؟
دائما أجواء مميزة في سوق طول كرم في هذا النهار الرمضاني، وكل عام وأنتم بألف خير. سنيورة عشرة عمر، سنيورة سنيورة عشرة عمر، بدهاش تفكير؟ بدهاش تفكير، لا على طول على طول. أكثر من 100 عام من الخبرة، وأكيد سنيورة تستمر في تقديم اللحوم المعلبة والمثلجة والمجمدة، ودائما يعني بنحب نقولكم أهلا وسهلا فيكم في شركة سنيورة. بتحب منتجاتهم؟ أقول 100% أصلا على السحور إحنا كل يوم سنيورة. كل يوم على السحور سنيورة لازم. على الافطار؟ على الافطار برضه بتزبط. منتجات الشنتسل والنجد والفيليه الحار مميزه 100% مميزه، اكيد مميزين جدا. طيب خلينا نعطيك سؤال، اذا بتجاوب عليه صح راح تاخذ جائزتك من سنيوره، اللي فعلا هي بتحمل شعار حلو وكل صغير كبير بيحفظه، سنيوره عشرة عمر. صديق العزيز سؤالك بيقول كالتالي، ما هي جنسيه الممثل دريد لحام؟ سوري مش لبناني يعني؟ لا بتوقع سوري. بتوقع ولا متاكد؟ لا متاكد سوري. إذا بطلع تبعت أعطينا خيارات. شو تتوقع؟ أنا متوقع سوري بعد. شو تتأكد؟ سوري. أعطينا الجائزة. إجابة صحيحة، أكيد سوري. جنسية الممثل وهو دريد لحام، أكيد غوار طوش بنعرفه يا جماعة أكيد. وبنقول لك كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، انتم عشرة عمر سنيورة إن شاء الله للأمام إن شاء الله. كل عام احنا وراكم وانتم بخير إن شاء الله. مشاهدينا دائما وابدا كل عام وانتم بألف خير. سنيورة، ايش سنيورة؟ سنيورة عشرة عمر. عشرة عمر اكيد اكيد. لو نحكي عن سنيورة اكيد كل حدا بيعرف في له قصة مع سنيورة. مثلا انت لما تسمع سنيورة شو القصة اللي بتيجي ببالك؟ سنيورة بتشهيني على الاكل. سنيورة مميز كثير، واكيد ابائنا اجدادنا والصغار الكبار اكلوا منها وحبوها، ولحد اليوم باللحوم المعلبة والمبردة والمجمدة تبقى سنيورة عشرة عمر. نعم سنيورة. طيب تمام تمام، ان شاء الله بضل سنيورة كما كانت، محلي كل لحظة بنعيشها سواء في شهر رمضان او غير شهر رمضان. نعطيك سؤال جاهز؟ تفضل. يلا سؤالك يا سيدي العزيز، اكثر الشعوب استهلاكا للقهوة في العالم من حيث استهلاك الفرد، أكثر الشعوب استهلاكاً للقهوة في العالم من حيث استهلاك الفرد، تعرف وين؟ فرنسا؟ لا هو بالإف بس مش فرنسا برضو. لا اعطيني ثلاث إجابات. يلا، هل في الفلبين، فنزويلا، فنلندا؟ والله فلبين، فنزويلا، فنلندا. فنلندا. فنلندا ايوه، برد جدا. ايوه فنلندا ايوه. فلبين مش كثير عندهم برد، ما هو عندهم قهوه هم اصلا. واللي بنتج قهوه كانوا بحبهاش. فنزويلا الله يعين واحد. صعب. ايوه شو الايجابي؟ الفلبين. بدك في مره قلنا لك فنزويلا، شو اسمه فنلندا. اعطيني الاجابه النهائيه. فنلندا. فنلندا. اجابه صحيحه، فنلندا هي المنتجه اكيد لاستهلاك الفرد للقهوه. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. وسنيورة؟ سنيورة هي الأحلى. عشرة عمر. شكرا. لهون وصل لختام حلقتنا المميزة مع سنيورة، أكيد بعنوان كبير بشعار كبير، عشرة عمر وخبرة تمتد لأكثر من 100 عام. فكل الحب لهذه الشركة الوطنية التي هي ستصل إن شاء الله قريبا إلى العالمية. مشاهدينا لهون نصل إلى ختام حلقتنا، إلى اللقاء.